مستمعي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم. في هذه الجولة الصباحية انطلقنا من حي السكنة والتعمير أمام مسجد بدر اللي أمامكم. صباح الخير، جمعة مباركة، نتمنى تكون اليوم معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة في الجولة الصباحية عبر شوارع المدينة بالوما بلانكا الحمراء والبيضاء. إذن كما قلت انطلقنا من حي السكنة والتعمير في اتجاه شارع الجيش الملكي، جولة صباحية كالعادة ونشوفوا الأجواء وقولوا لنا كيفاش دايرة الأجواء عندكم متابعينا. جمعة مباركة أينما كنتم، داخل تطوان خارج تطوان، داخل المغرب أو خارج المغرب كذلك، فهي خاصة جمعة مباركة من جديد. إذن من انطلقنا كما قلت من حي السكنة والتعمير على مقرب مدارات مؤدية إلى شارع الجيش الملكي ونشوفوا معنا الأجواء الصباحية كيف صبحتم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وجمعة مباركة من جديد. الجو في تطوان صباح بارد شوية رغم أنه مش كما تيبان. صباح خالد نشاط، صباح الخير خويا لاباس. تطوان حاليا 11 درجة، كاين الشمس كاين شوية ديال البرد، لكن طبعا مع مرور الوقت شي ساعة ولا ساعتين تقريبا كيبدا انه يسخن كذلك كما عندكم اعتقد. اغلى تحية تقدير لك اخي مدينة فقي بن صلاح خالد النشاط. تحية سي خالد من فقي بن صلاح وجمعة مباركة كل متابعينا من فقي بن صلاح كذلك. اذا كما كتشوفوا الاجواء اصبحت جميلة في مدينة تطوان ومع اليوم المبارك سعيد طبعا جمعة مباركة كل متابعينا. ندخل معكم الان شارع جيش الملكي، شوفوا الاجواء كيفاش داير الان في تطوان في هذه الدردشه الصباحيه. جو عندنا الصباح مبرد شويه في فقي بن صلاح يقول خالد نشاط. اذا متابعينا قلنا انتم كيفاش داير الاجواء عندكم وحالات الطقس في المدن ديالكم، واش مشمشه واش بارده واش كاين شي قطرات او زخات مطريه. حسن جزاله الله جمعه بركه، الله يبارك فيك وليد، تحية لكل متابعينا وجمعة مباركة كذلك. انتم كتشوفوا الأجواء الصباحية في حمام البيضاء، أجواء جميلة مع مجموعة ديال دي حركة تسير الآن. الناس كاين اللي ماشي لديريتات والمؤسسات المدرسة، وكاين اللي شاف الطريق ماشي لخدمته، الله يعاون هذه المناسبة. طبعا دائما أمام الراجلين نتأكد احترامه، لأن كاين الناس كتخرج توقيت مازال الصباح كتلقى الآخر بيني وبينكم كما تنقول مازال مرفوع شوية، مازال مدوخ المستعملين الطريق وصاحب أصحاب السيارات الحيطة والحذر. لأن توقيت ديال الصباح الإنسان كيكون مازال كما تنقولوا مازال ما شربش قهوة، ما فتحش عويناته، كيخرج لك هو وصل من الراجلين كيعتبر انه صافي هو الملك ديالو طبعا، لان خصنا نحترموه. ولكن حتى حنا كمستعملين الطريق الصباح هذا الحيطه والحذر. صباح النور ونوريدي جمعه مباركه، الله يبارك فيك. اذا متابعينا كما كتشوفوا صباح مبارك من وجده، كي داير الاجواء في وجده اخي ياسين؟ سلام خويا الله يبارك فيك من اوكي. السلام عليكم خويا الله يبارك فيك سي ياسين على امرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا. اذا متابعينا قلنا لنا كيفاش داير الاجواء ديالكم، جمعه مباركه لكم اينما كنتم داخل المغرب او خارج المغرب. واحد وحده. نتمنوا الصح اخي الطريق، سلام لجميع السائقين، حيطاء والحضر سي خالد نشاط مرحبا. اذا طبعا كما كتشوفوا كاين انخفاض درجه الحراره، كاين البرد، شفت هذا العنصر المرور. طبعا تحيه خاصه لعناصر الشرطه الامن الوطني بصفه عامه، لان تيسهروا على الامن ديال المواطن والامن ديال الممتلكات ديال الناس طبعا. ورغم البرد القارس كتقاوم في هذا التوقيت، يعني ساكن راه خدامين وكاين لي بيرمانونس كذا، طبعا الحياه هي هذيك. على العموم الان وصلنا لواحد المنطقه على مقرب مدارات ايسو. طبعا كتعرف واحد النوع ديال الاكتظاظ ديال السيارات، لان كاين مؤسسات تعليميه في الطريق الناس كتخرج وليداتها. اذا جمال تحيه لك من تازه، تحيه الناس ديال تازه. زهيرة سلام صباح الخير، فينك أستاذ هنا خويا ميلود مرحبا، كاين شي خدمة عندكم؟ مرحبا مرحبا مرحبا، الله يسهل على كل واحد اللي باغي الخدمة في هاد الصبحة، في هاد الصباح جمعة المباركة إن شاء ربي. اللي فنيتو شي حاجة يقول آمين ويطلبها في السر وكتمشي ترونسفير عن سيدي ربي في هاد الجمعة المباركة متابعينا. إذا نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هاد الجولة الصباحية. طبعا صباح كما كتشوفوا صباح في تطوان، صباح الجو مشمش جميل، كاين تدريجيا هي كانت قبيلتي 11 هي طلعت 13، يعني درجة الحرارة هي كترتفع تدريجيا وعلى حسب كل المناطق. بالنسبة لتطوان إلا كنتي في واحد المنطقة اللي مرتفعة تقدر تلقى مثلا فيها اللي ضربة فيها الشمس مزيان، كاين مناطق اللي كتكون بعض المرات بعض العمارات وكذا كتحس بديك الهواء بارد أو كذا. إذا نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة متابعينا. عبد الإله أكادير سلام على مقرب مدارة إيسو، أمامكم مسجد المصلى وأمامكم
مسجد المصلى، مضارة إيسوف اتجاه شارع المسيرة، وصولا إلى ساحة مولاي المهدي كالعادة قلب تطوان. كاين شي تطواني ما تيدوش لوسط المدينة في أي جولة من جولات ديالو، كاين علاقة خاصة مع وسط المدينة متفنن. إذا نتمنى تكونوا معنا وقت جميلة كالعادة من تطوان في هذه الجولة الصباحية، وصباحكم مبروك، وغادي نعود لكم بعد ساعات قليلة في مباشر آخر، وعند تشوف موضوع اليوم اللي غنخليوه ما نقولوش دابا حتى الساعة 10:10 تقريبا، غادي نجدد معكم المباشر متتبعين. تحية ياسين تطواني من هولندا، تحية الأفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، الله يسعد الصباح من مراكش الحبيب، أهلا وسهلا. الأفراد الجالية المغربية ياسين من هولندا، من أي مدينة في هولندا الجميلة؟ امستردام، روتردام، اوتريخت او مناطق اخرى، المرجو التذكير. وكي دايره الاجواء عندكم في هولندا؟ الدوله الجميله في الحقيقه هولندا جميله، استن امستردام، روتردام، اوتريخت، هذو من المناطق الجميله متتبعين. سياسين وقلنا انت الاصل ديالك مين، يعني من اي مدينه في المغرب؟ في انتظار سياسي من هولندا. سعاد سلام مرحبا. إذن كما كتشوفوا الأجواء وحركة السير الآن في شارع المسيرة متتبعين، أجواء جميلة، يعني جو أكيد غادي يكون صح 100%، ونتمناو تقضي معنا أوقات جميلة كالعادة في هذه الجولة الصباحية. السلام عليكم، جمعة مباركة أخي ولد المرحوم، أهلا، الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع أموات المسلمين في هذا اليوم المبارك سعيد، وجمعة مباركة لكل المتتبعين أينما كنتم. الحرتي سلام. إذن نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة متتبعين في هذه الجولة الصباحية اتجاه وسط المدينة، أهل غمام في إسبانيا ولد المرحوم، أي مدينة في إسبانيا أخي ولد المرحوم؟ نتمنى لكم حديقة مولاي رشيد أو رياض العشاق، نعطيكم الصورة ديال هذه الحديقة مولاي رشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الحسن من إيطاليا، تحية السي الحسن من إيطاليا، من أي مدينة السي الحسن من إيطاليا؟ إذن احنا الآن في طلعة ديال المحطة القديمة، أمامكم حديقة مولاي رشيد جميلة طبعا، أنتم كتشوفوا المناظر الخلابة ديالها جميلة. أنا من تطوان ياسين تطواني المقيم في هولندا، أي مدينة في هولندا السي ياسين التطواني؟ إذن كما كتشوفوا عثمان سام سلام، هاجر أهلا وسهلا، بلجيكا تحية هاجر من بلجيك. جماعة صباح الخير. إذا لنا متتبعينا أمية صباح النور، إذا لنا متتبعينا في اتجاه وسط المدينة، هانتوما كتشوفوا الأجواء الصباحية في تطوان كيفاش صباح اليوم. هاي نخفض درجة الحرارة متتبعينا في شارع المسيرة على مقربة مدار إيسو، كان 13 درجة الآن دخلنا هنا 11 درجة. وياها أخي الله يبارك فيك بيكم خويا، اوكي بيكم، اوكي معذره 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 بيكم خويا، مرحبا شكرا لك. اذا متبعين في اتجاه وسط المدينه، التذكير ان في وسط المدينه طبعا تطوان دائما تقول من المدن اللي كتشد بكري وكتفيق معطله، تطوان العشرة ديال اللي كيكونوا جو المحلات التجاريه شادو، الان هي تسعود قبل 25 ومازال كلشي مشدو تعاود، اذا تطوان عندها طبع خاص. علاش الناس تطوان تصبحوا ناعسين؟ هذا سؤال نتمناو الاجابه عليه. طبعا كاين مبدئيا اللي يقول لك الازمه الخانقه كي كذا، ولكن الازمه الخانقه مقدم نهضروا في الفتره الاخيره، ولكن على مدار السنه كاين هذا المشكل مقارنه ببعض المدن الكبرى. طبعا ما نقارنوش تطوان بالدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه، حركه فيها البركه، ولكن على العموم تطوان يعني معروفه بالمدن اللي كتشد بكري، يعني كتشد بكري ملي كنقولوا كتشد بكري يعني حوانت المحلات التجاريه، وحتى الناس طبعا كتخوى، وفي الصباح كذلك انتم كتشوفوا لحد الساعه 9 تقريبا على مقربه من 9 كلشي مازال الناس. اذا على العموم نتمنى تقدموا لنا اوقات جميله في هذه الجوله في انتظار تعليقاتكم. امامكم ساحه الفدان الجديد، طبعا تذكرنا الفدان كان في ساحه المشوار السعيد تم تحويله لنا. امامكم في الراس القصبه المعلمه التاريخيه اللي للتذكير الان كتعرف اصلاحات جذريه، وغادي نوقف هنا نعطيكم هذه الصوره ديال القصبه متتبعين اللي امامكم، انتم كتشوفوا الرافعه، نحاول نقرب لكم الصوره باش تشوفوا، نتمنى تكون الصوره واضحه طبعا في هذه الساعه. ما كاين ما يدار، يقول فهد ايمان صباح النور سيدي اوكي، عندنا دابا اوكي. اذا متتبعينا امامكم القصبه اللي في حي جبل درسة المؤدي الى منطقه البلبولين اعتقد. كريم سلام لاباس،
من نيويورك. كريم من نيويورك، تحية الأفراد الجالية المغربية المقيمة بأمريكا. طبعا نيويورك المدينة الساحرة الجميلة، وكولاية ولاية، لأن التذكير أمريكا عندها 50 ولاية. مستمعين، أنا كنت محظوظ في الحقيقة، زرت بقدي، زرت أمريكا، زرت واشنطن، نزلت في مطار نيويورك، نيويورك، واشنطن، ميامي، سان فرانسيسكو، زرت كالامازو، ساكرامنتو. سي كريم، ساكرامنتو، تامبا، هي منطقة زرتها جميلة جدا، تامبا، ساكرامنتو، كالامازو، وطبعا سان فرانسيسكو، نيويورك، وواشنطن دي سي. إذا متابعينا، نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هذه الجولة الصباحية. غنتحركوا الآن عبر شارع الجزائر، قلب تطوان، شوفوا معنا الأجواء الصباحية. ما الغاية في هذه الجولة يا أخي؟ الغاية أخي هو طبعا كاين مجموعة ديال الجالية المغربية، والناس اللي ساكنة في تطوان، اللي ما خرجت تطوان، الناس اللي زارت تطوان، تنديروا جولات، تندردشوا مع بعضياتنا. هذا هو الغاية من هذا البث المباشر، تعريف بالمدينة والناس، اللي المناطق اللي زرتها كاني كتذكرها. كانت معايا في المباشر، إحدى المباشرات الأخيرة، سيدة من تطوان، تقريبا شي 3 سنين 4 سنين ما زارت المنزل ديالهم، ودوس بالصدفة في واحد الشارع حدا الدار ديالهم، وحتى بقات كتبكي معايا في البث المباشر، كتقول لي دابا أنا شفت الدار ديالنا وتفكرت أختي والوالدة وكذا، ربما أعتقد الأم ديالها رحمها الله، وتفكرت دارهم، بقات كتبكي وهي في إسبانيا. قلت لها أنا فرحانة بزاف أننا كدوسي حدا الدار ديال الوالدة. إذا أخي، الغاية من هذا المباشر هو أن تنتعرفوا، تناقشوا بعضياتنا، تناقشوا مواضيع حول البث المباشر، إضافة أن هذه جولة، إضافة أن التغطية ديال الأحداث كتكون مباشرة في مجموعة ديال القضايا، في مجموعة ديال المدن، وفي مجموعة ديال الدول اللي كتشوفوا فيها ممثلي قناة شوف تيفي. ناس تطوان كيتلاقوا مورا العصر، تيدخلوا قبل العشاء، يقول فهد. إذا متتبعينا، نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هذه الجولة الصباحية. الآن حنا مع مدرسة ديال خاسينتو فيلا فينتي، أمامكم سجن تطوان، باب النوادر السابق، يعني سابقا اللي تم القفل ديالو بعد ما تم بناء سجن جديد في حي نقاطة وحي النسيم أو معروف دي الصومال. نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هذه الجولة. صباح في من فانين. أوكي، إذا متتبعينا، كما كتشوفوا تطوان في الصباحية هذه، نرجع معكم عبر هذه المدارة ديال ديور الحجر في اتجاه شارع 10 ماي، وصولا للساحة الشهيرة بلاصة بريمو، ونودعكم أمليا، نلقاكم في مباشر آخر بعد ساعة أو ساعة ونص من الآن. إذا أنتم كتشوفوا الأجواء ديال تطوان في الصباح، كل شيء مازال شاد، مازال قليل ديال المواطنين. طبعا كاين الناس اللي تتفيدت على مستوى 8.5 الان 9 دولار، كاين الفئه الثانيه والشق الثاني اللي كيدخل في التسعود واللي باش يلقى عمل ديالو. كاين عموما تطوان من المدن دائما معروفه. صباح الخير من وجده حسين الدحمان، اهلا وسهلا. علاش ما كتقراوش لي كومونتير كاملين؟ تنعتذر اخي، لان احيانا تيطلعوا بعجاله، هذا ماشي سوء نيه طبعا، طلع الماريوكا فهد. شكرا اخي اللي قال علاش ما كتقراوش لي كومونتير كاملين. تيطلعوا احيانا كتلقاهم مور بعضهم، يعني جوج ما كتبغي تقرا الاول، كيكونوا طلعوا 3 4 5 ملي تيتجروا. هذه معذره المتتبعين ديالنا، تيتفهموا هذا الوضع هذا. واخي حنا شرحنا لك، ما كاينش سوء نيه طبعا، ولا تقرا هذا وما تقراش هذا، بالعكس حنا فخورين بالتعليقات ديالكم والتواجد ديالكم والاهتمام ديالكم والتفاعل ديالكم معنا. جمعه مباركه، وتنعتذروا مجددا للعلم ما قريناش التعليق، لان تيكونوا التعليقات احيانا طالعين بعجاله، وبزاف يعني ديال المتابعين تيعلقوا. هذا هو اللي تيجعلنا اننا ما تنقراوش بعض، ماشي الكل. وتنعتذر اخي مجددا، وانت عطيتيني هذه الفكره، انا كررتها اكثر من مره او ثلاثه باش توصل الفكره. تعرفني انني قريت التعليق ديالك فرحتي فيه السؤال، شكرا لك من جديد. إذا شارع 10 ماي، الأجواء ديال تطوان أنتم كتشوفوها متتبعين، غادي نخرجوا القلب النابض ديال تطوان، ساحة مولاي المهدي، بلاصة بريمو، أول خاصة كما يحلو للتطوانيين والتطوانيات. إذا هذه هي ساحة بلاصة بريمو، قلب تطوان. كان معكم أحمد معتكف، متتبعين في هذا البث المباشر الصباحي، نتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات جميلة، وتنعتذروا على اللي ما قريناوش التعليق ديالو، وتنشكركم على التفاعل ديالكم والتعليقات ديالكم. أملي نلقاكم بخير بعد ساعة أو ساعة ونفس من هذا البث المباشر. إذا كالعادة، كان معكم أحمد معتكف من تطوان، إلى اللقاء.